يقضي الطالب 7 ساعات يومياً 5 أيام في الأسبوع في التعليم العام لمدة 12 سنة، فبيئته المدرسية تؤثر على تكوينه كشخص وترتبط بصحته النفسية ارتباطاً وثيقاً، علاوة على تأثيرها المباشر على المخرجات التعليمية. معكم ياسر الغامدي، وسأبدأ باستعراض مفهوم الصحة النفسية ومناهجها. معكم إيناس بنزقل، وسأتحدث عن الاحتراق الوظيفي لدى المعلمين. معكم رفيف أبو الحمائل، وسأتحدث عن أبرز المشكلات النفسية في البيئة المدرسية وكيفية التعامل معها. معكم مشاعر الرويلي، وسأتحدث عن دور المعلم في دعم الصحة النفسية لطلابه، إضافة لعدد من الاستراتيجيات التي تدعمه. سجل الآن في دورة الصحة النفسية في البيئة المدرسية على منصة أعناب.